يا رمانتي سمانيت، يا رمانتي وسمانيت، جالسين عاطينا هاي المويكلة والكلاس والنعاس حتى سمانينا بلا قياس. وانتم كتشوف واخا الكحل هكذاك سمانينا وسمانينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد، عدنا والعود أحمد. مرحبا بجميع المتتبعين اللي كيتابعونا دائما، مرحبا بالناس الجداد اللي عاد التحقوا بنا، كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا. كنتمنى ما تنسوناش من لايك، ما تنسوناش من الدعم ديالكم، ما تنسوناش من لايكات، من تعليقكم الجميلة، وكذلك من اللي باقي ما اشتركش تفكر شنو غنقول. واخا هادشي دائما تنقولوه في كل فيديو ولكن عاود تنعاودو ماشي مشكل. اللي باقي ما التحق وشاف القناة ديالنا وعجبو المحتوى اكيد لا بغى يشترك، مرحبا به والف مرحبا. الوغ كيفما شفتو فاخوتي، انا شتوني كنلبس الحوايج كلشي واخا الكحل سمانيت وسمانيت بزاف، وباغيه نطيح واحد العشرة كيلو هي القليله. الوغ اليوم غادي نبدا الريجيم ان شاء الله، اليوم اثنين يعني موتيفي غادي نبدا ان شاء الله وغادي نوصل ان شاء الله. هادشي كله ما كنديروهش على اللباس ولا على باش تكون عندنا لاطاي زوينه ولا هذا، هادشي حنا فتناه ودوزناه، ولكن حنا اكيد على الصحه ديالنا باش تبقى الصحه زوينه، باش القلب يبقى ناشط، باش الدوره الدمويه حتى هي وكلشي ان شاء الله يكون في احسن حاله، لا من السكر ولا من الكوليسترول ولا راكم كتعرفوا الامراض، الواحد ملي كيكبر تيبداو الامراض كي الى ما دارش اتونسيون غادي ياكلها في صحته. المهم اوافير اتونسيون ان شاء الله يا ربي. الوغ غنهبط انا وياكم الكوزينه ان شاء الله ونشوفوا شنو غنقدموا، نقدموا واحد الوجبه الصحيه اللي غيمكننا نتناولوها بلا ما نزيدوا الكيلويات، بالعكس غادي نقصوهم ان شاء الله، ونشوفوا شنو غادي نكتشفوا مجموعين شنو غنديروا ان شاء الله. يلا نزلوا معايا الكوزينه. الو هنا قطعت اخيزو رقيوق، هو والمكور رقاق بزاف، واحد الاله عندي كنقطع فيهم هاد الخيزو هكا، واللي ما عندوش الاله يقدروا يقطعوا غير بالسكين عرفتي يقطعوا في رقاق. ودرت معاهم جوج معلقات ديال زيت السيزام، ليل دو سيزام، زيت ديال الزنجلان، درت معاهم جوج معلقات ديال زيت الزنجلان، ملحة وليبار صافي لا غير. وغندير عليهم العافية قليلة وغنغطيهم ونخليهم حتى يطيبو، غادي يطيبو غير الما ديالهم اللي غيطيب، مدرت فيهم هانتوما شتيو لا ما لا تا شي حاجة. هنا عندي الروز بسماتي تنشريه هكذا في هاد الخبيشات، أو تنديرو تيتسلق شوية ديال الملح، ملي كتنفخ مزيان الخنشة تيبان لكم بأنه تسلق. أنا غنرويكم الخنشة كي دايره قبل ما نطيبها. لو الروز هو هدا هانتوما كتشوفو، الخنشة ديالو هي هادي كتكون نص خنشة، ملي كنديروها في الماء طايب وكطيب كتولي الخنشة عامرة وكتنفخ، ملي كتنفخ وكتعمر مزيان تنعرفو بأنه طاب، تيجي زوين مرافق مع هاد الخضر هادو ومع السمك. هادي سمكة غير صغيرة، يلا دايرة الريجيم إن شاء الله إلا كتب الله. غادي ندير لها الملحة والإبزار وشوية ديال الأزير، غادي نحشيها قلبها وغادي نغطيها بالبابي كويسون ونديرها في الفران طيب، نديرها اون بابيوت. هنا عندي القرعة خضراء حتى هي اللي
بشرتها بحال اللي درت خيزو المكور، غير يهمدوا شويه خيزو المكور ونزيد عليهم هاد القريعه هادي. وغنقول لكم شنو غندير من بعد. الله هنا ما درت له في الباكي، غنغلق مزيان فيه وغنخشيه. غلفته مزيان وبابيوت من التحت ومن الفوق، وغادي نحشيه في الفرن ان شاء الله واحد 10 دقائق. الحوت دغيا تيطيب، الا طاب بزاف ما مزيانش، تيولي قاصح، تيولي مشحلف، تخصو يلاه يبقى في داك هذا ديالو الماه ديالو اللي كيطلق. الو غنديروا له 10 دقائق ونخرجوه من الفران. هانتوما هنا يلاه دازت واحد 10 دقائق، ما كملش 7 ديال الدقائق. الخيزو والمكور هما دبالو، غادي نزيد عليهم شويه ديال الزرعه، حتى هي مقطعه اونجي ديالها هكذا، ونخليهم يكملو الطياب عليهم. كتغطيو عليهم مزيان، ما تخش الهواء يخرج نهائيا. الو الروز ديالنا صافي، ها هو طاب الروز ديالنا، ها هو طاب، غادي نطفي عليه ونديرو يستقلع. الدايره ديالنا ها هي دابا دبالت وطابت، غادي نزيدو واحد المعلقه ديال لاصوص ترياكي. نوريو لكم لاصوص ترياكي، هادي كتكون سيحة حلوة. غنزيدو معلقة ديال لاصوص طوجة، وغنزيدو معلقة ديال لاصوص ديال الزيت، هادو كيعطيونا فهد طيبة للأكل الصيني. هادي لاصوص ديال المعلقة ديال الزيت. الوغ هنا غادي نخلط كلشي، داكشي علاش ما درتش الملحه بزاف الاول، لان هاد لاصوص شويه مالحين، كنديرو غير الملحه شويه وصافي. ريحه طالعه زوينه. الوغ هاد الخضر كنغبقوهم مع الروز ومع السمك، وكيجي أكلة شهية ولذيذة. كنتمنى تعجبكم وتجربوها إن شاء الله. وهنا عندي شوية ديال الكاوكاو اللي مهرمشاه، اللي مقلي بيان سيغ مهرمش، هذا للتزيين هو، وشوية ديال الزنجلان الأبيض. الزنجلان الابيض حتى هو تنحمصوه شويه باش يعطي داك النكهه ديالو زوينه. الو الرويز ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو، غادي نديرو في جنب الطبق. تيجي مفروز هنا. عندي الخضر وغادي نصبها في جنب، الريحة طالعة منها زوينة. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. انا هنا عندي السمكه اللي انا طيبتها في الفران كيف ما شفتيو على بابيوت، على شكل بابيوت، هي طالقه الميه ديالها كيف تشوفوا، ملي تشوفوها طابقة لميها أقوى بأنها طابت مزيان. غادي نديرها بهذا الشكل هذا،
هنا غنحط عليه شويه ديال القزبر تزيين. الوغ هنا هاد الخضيره غندبر عليها شويه ديال الزنجلان اللي قلت لكم درتو تحمر، ندير حتى شويه على الروز، وغندير شويه ديال كاوكاو مقلي، اللي بغى يدير كاوكاو، اللي بغى يدير لاكاجو، اللي بغى يدير نوازيت ولا الزنجلان ولا اللوز، داك تيبقى اختياري. المهم لو بلا ديالنا ها هو واجد كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد له واحد الغونديلا ديال السيترون، وها هو الطبق ديالنا، اولا شهي وثانيا صحي ومغذي، وغادي ينزلنا السعرات الحراريه ان شاء الله. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وراقكم، ما تبخلوش عليا باللايك اكيد بتعليق جميل ولا تعليق سلبي اللي عجبكم، المهم هو المشاركة. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. الو هنا كيف ما كتشوفوا في الصبان، يمكن لكم تخلطوا الرز مع داك الخضيرة، كيجي روعة، ما نقول لكمش كيجي بخارق بالدم. يلا شهية طيبة.